طيب بسم الله، بنحتاج بقى يكون عندنا في الشركة سيرفر بيقولوا عليه ايه، تريبل ايه، تريبل ايه سيرفر. اختصاري تريبل ايه ديت اختصار اوثنتيكيشن اوثورايزيشن واخر واحده دي يعني اكاونتنج. خلينا بقى واحده واحده كده نشوف الاجنده بتاعتنا عشان نفهم شويه اساسيات، بعدها نفهم ايه هو التريبل اي سيرفر. نفتح كده الاجنده. بسم الله، في عندنا حاجه اسمها لوكال داتابيز، لوكال اوثنتيكيشن، لوكال اوثورايزيشن، لوكال اكاونتنج. ايه بقى اللوكال داتابيز؟ احنا اتعلمنا مع بعض ازاي لو انا عندي جهاز سواء كان راوتر او سويتش، ده جهاز سيسكو، اتعلمنا ازاي سيسكو نكريت جواه ايه يوزرز، صح كده، نكريت الباسوردات بتاعت اليوزرز ديت. ايه كمان؟ بص، كريت يوزرز، ونحدد لكل يوزر اوبشنز خاصه بيه، الباسورد لينس، الباسورد مثلا ما تقلش عن 8 كاركتر، وعدد محاولات اللوجن المسموح بيها عشان لو تعديتها يتعمل لك لوك، طيب وبعد فتره يتعمل لك ايه؟ انلوك. كل ده كنا بنعمله ايه؟ الباسورد، باسورد لينس هتبقى قد ايه؟ الانلوك او اللوك، الانلوك هيتم بعد قد ايه، اللوك هيتم بعد كام محاوله. كل دي خلي بالك اعدادات انت بتظبطها لانهي جهاز، بتظبطها للجهاز ده بس، ها بتخش جواه وتعمله الكلام ده. طيب يا سيدي، لو انت بقى عندك اكتر من جهاز يبقى لازم زي ما هتعمل شغل هنا تخش بقى ايه تعمله هنا. انت مش معنى ان انت كريت هنا ام كامل واي كامل واس كامل وظبطت الكونفيجريشن ديت ان انت هتروح تلاقيها هنا، لا، انت هنا شغال بلوكال، لوكال داتابيز، ما بتسمعش في باقي الاجهزه، لا لازم لو انت بقى عندك 20 جهاز وانت عندك 10 يوزر شغالين في قسم الاي تي يشتغل على الاسئله، يبقى لازم اخش في ده كاريت ايه 10 يوزر، ايوه واخش في ده كاريت 10 يوزر، واخش في ده كاريت 10 يوزر، واظبط لي ده الباسورد لينس والانلوك ومش عارف ايه وهكذا. شغلانه طبعا. تخيل بقى لو انا عندي مثلا 50 جهاز سويتشات وراوترات بقى، 50 ديفايس وعندي مثلا 20 يوزر، 20 يوزر ده هيبقى حوار بقى ان انت تقعد تكاريت 20 يوزر جوه كل جهاز. تمام، ادي حاجه. هنفترض موظف، موظف ماشي عايزين ندلت اليوزر بتاعه، هتلف على 20 على 50 جهاز تدلت. موظف جديد جه عايزين نكريت له يوزر الاي تي، تمام، اضطر تلف على جهاز جهاز. تمام، موظف نسي الباسورد بتاعته فانت جيت غيرتها له، هتغيرها له هنا، يبقى لازم تغيرها له على ايه؟ على الاجهزه كلها. شغلانه، اصل انت شغال بايه؟ باللوكال داتابيز، صح كده؟ طيب ولو حد حاول يعمل تلنت على الراوتر ده، تلنت، مش المفترض بيبعت للراوتر يوزر وباسورد؟ الديفولت ان الراوتر بيدور على اليوزر والباسورد فين؟ في اللوكال داتابيز اللي عنده. يعني الراوتر ده بيعمل لنفسه حاجه اسمها اوثنتيكيشن. يعني الراوتر بيستوثق اذا كان الشخص اللي جاي ده تراستد ولا مش تراستد، معانا ولا مش معانا، من خلال الداتابيز اللي عنده. عشان كده احنا بنقول ان ايه، احنا دلوقتي شغالين ايه؟ لوكال اوثنتيكيشن. من خلال ايه؟ اليوزرز اللي ايه؟ اللي متكريتين عندي. طب لو انا جيت اعمل تلت على ده، انا قاعد على جهازي اعمل تلت على ده،
الراجل ده هيدور عنده في الداتابيس بتاعك، فلو كان اليوزر مش من كاريت هنا التلت مش هينجح. فانا عندي مشكله في اللوكال اوثنتيكيشن، ان انا كده مضطر ان انا الف على جهاز جهاز اكريت عليه اليوزرز والباسوردز. حاجه كمان، يوزر اسمه ام كامل عمل لوجن، الراجل ده انا مش عايزه، لو عمل لوجن دخل ريموتلي مش عايزه يقدر يكتب الا كوماندات متعلقه بالفويس مثلا، او كوماندات متعلقه بالسكيورتي. يبقى احنا لازم نعمل حاجه زي ايه بقى، اليوزر ليفل والكوماندز ليفل، نحدد بقى ايه ليفلز للكوماندز وهكذا، واحدد ليفل يوزر، او نظبط موضوع البارسر فيو، واليوزر لما يخش يبقى ليه فيو معين يدخل عليه، والفيو ده هو اللي هيحدد الكوماندات اللي انت مسموح لك ايه تعملها. طب انت لو جيت على الراوتر ده وقمت جاي مكريت عليه موضوع الفيو والليفلز، الكلام ده هيسمع فين؟ هنا، مش هيسمع هنا ولا هيسمع هنا ولا ده. انت لازم كده تلف على جهاز جهاز من الخمسين جهاز اللي عندك، تكريت عليه اليوزرز بباسورداتهم بالكونفيجريشن بتاعت اللوك والانلوك والباسورد لينس وهكذا. لازم تلف على جهاز جهاز تظبط عليه موضوع الليفل بتاع الكوماندز، او تظبط عليه البارسر، ايه البارسر فيو. يعني احنا كده شغالين بلوكال داتابيز لكل جهاز، لوكال اوثنتيكيشن ولوكال اوثورايزيشن. يعني ايه اوثورايزيشن بقى؟ انا لو جالي يوزر يتلنت عليا لازم اتاكد هو موجود في الليسته اللي عندي ولا مش موجود. لو موجود يبقى الاوثنتيكيشن نجح، لو مش موجود يبقى الاوثنتيكيشن فشل. طب حلو، نجح الاوثنتيكيشن، مش لازم بعد ما اسمح لليوزر احدد له صلاحياته وايه اللي مسموح له يعمله وايه اللي مش مسموح له يعمله؟ طب ما ده بنظبطه من خلال ايه؟ الليفلز، او من خلال البارسر فيو. اهو ده بيسموه ايه؟ اوثورايزيشن. كل جهاز بيأوثورايز اليوزر لنفسه، كل جهاز متظبط في الداتابيس بتاعته صلاحيات كل ايه؟ يوزر. فمعنى اوثنتيكيشن هو اليوزر معانا ولا مش معانا؟ موجود في الليستة عندنا ولا لا؟ طب جميل، لو موجود في الليستة، طب اليوزر ده مسموح له يعمل ايه ومش مسموح له يعمل ايه؟ الصلاحيات بتاعته ايه؟ فده معنى كلمة ايه؟ اوثورايزيشن. الصلاحيات بتاعتك. طيب اروح كده اهو، يبقى احنا شفنا يعني ايه. طبعا كل ده بيتم لوكال، لوكال اوثنتيكيشن ولوكال ايه؟ اوثورايزيشن. التالتة بقى اكاونتنج، معناها ايه؟ اليوزر اللي دخل ده عمل ايه؟ ودخل امتى؟ ودخل ازاي؟ ودخل من انهي اي بي؟ ده الاكاونتنج، مراقبة. اه بالظبط كده. فبص، اليوزر معانا ولا مش معانا؟ مسموح له يعمل ايه؟ ايه ده انت دخلت امتى وازاي ومنين ولما دخلت عملت ايه وهكذا. فده بيسموه ايه؟ اكاونتنج. فاكر لما احنا كنا بنيجي هنا نقول للجهاز ده طلع لي لوج لو يوزر نجح في عمليه اللوجن، طلع لي لوج لو فشل. الكلام ده معناه ان الجهاز ده بيعمل اكاونت لنفسه، يعني هو اللي بيسجل عنده ان اليوزر الفلاني جالي عمل لوجن عليا يوم كذا الساعه كذا من جهاز الاي بي بتاعه كذا، ودخل عندي بالتي سي بي او بالاس اس اتش. تمام كده؟ يبقى انا برضو شغال لوكال ايه ايه ايه، كل جهاز بيعمل لنفسه ايه؟ ها التريبل ايه بتاعته، ولازم تظبط لده التريبل ايه بتاعته، وتظبط لده التريبل ايه بتاعته، وتظبط لده التريبل، وتلف بقى على جهاز جهاز. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اهو هنا بقى الاكاونتنج للاسف يعني على قد، يعني ايه؟ يعني لو انت سايب الجهاز ده يعمل اكاونتنج لنفسه، بتقدر تعرف ان في يوزر يوم كذا الساعه كذا عمل تلنت عليا وكان قاعد على جهاز كذا ودخل عليا بالتي سي بي. طب عمل ايه؟ ما بتقدرش تعرف. هل مثلا عمل شوت داون للانترفيس ولا شغل بروتوكول ولا بالظبط؟ ما بتعرفش عمل ايه. دي مصيبه. عشان كده لو انت هتشتغل التريبل اي دول لوكال، هتلاقي مثلا حاجه زي الاكاونتنج على قدها، مش بقدر اعرف كل حاجه اليوزر عملها. الاوثنتيكيشن الاوثورايزيشن عشان تعمله لازم تلف على جهاز جهاز، ايه تعمله؟ او حتى انا كاتب لك ايه، ان للاسف احنا شغالين، لو احنا شغالين لوكال داتابيز
هيبقى في عندي لوكال تشينج. يعني ايه؟ لو عايز تكريت يوزر لازم تلف على جهاز تكريته، عايز تدلت يوزر تلف على جهاز تدلته، عايز تموديفاي بيانات يوزر الباسورد بتاعته وصلاحياته لازم تلف على جهاز. فبيقول لك ان سيناريو اللوكال داتابيس ده نوت ريكومندد ها فور لارج نتورك ديفايسز. تمام كده؟ انا عندي 3 4 5 اجهزه يا عم ماشي لف على جهاز. تمام كده؟ لكن لو انت عندك اجهزه كتير مش معقوله بقى تشتغل باللوكال داتابيز. هنشوف بقى ايه سنترال داتابيز موجوده في مكان مركزي، التعديل والكرييشن والاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاكاونتنج يتم في المكان اللي هي السنترال ده. ساعتها بقى بحتاج سيرفر بيسموه ايه؟ تريبل اي سيرفر هو اللي يعمل لي هنشوف دلوقتي بنعمل فيه ايه. ممكن تقول لك سنترال تقول لي بقى. قلت لي سنترال. طيب بص بقى كمان لو انا شغال بلوكال داتابيز للاسف في حاجات ما بقدرش اعملها. يعني احنا كنا خدنا خاصيه اسمها بورت بيزد اوثنتيكيشن. الخاصيه دي ما اقدرش اشغلها على السويتش ولا استخدمها الا اذا كنت عامل تريبل اي سيرفر. طيب على اللوكال لا ما ينفعش مع الخاصيه دي استخدم اليوزرز اللوكال. في الواي فاي في طريقه كده ان انت لو عايز تفتح الواي فاي عندك بدل ما يطلب منك كي باسورد لا يطلب منك يوزر وباسورد. عشان تعمل حاجه زي كده لازم يكون عندك تريبل اي سيرفر. وصلت؟ ممكن لو انت عايز نعمل اللاب ده كامل ونفتح الواي فاي عندنا عندك دلوقتي يقوم جاي طالب منك يوزر وباسورد وتعمل ونعمل لك انت يوزر وباسورد وانا اللي هي يوزر وباسورد. انا اخش الام كامل وانت تخش بام عبده. تديله مواد بعدين تديله. طيب واي فاي تمام. طيب فلو انت شغال لوكال اللي هتقدر تستخدم ده استخدم ده. عشان كده احنا مش هنشتغل مع الشركه اللي فيها عدد كبير من الاجهزه وعايزين نستخدم عليها الخاصيه دي او الواي فاي ريديوس اللي يخش بيوزر وباسورد استخدم بقى تريبل ايزر. فيبقى الديزاين بتاعنا كالاتي. نفتح بقى ايه صفحه جديده. بص يا سيدي ادي الشبكه بتاعتي اهي زي مثلا الراوتر ده والراوتر ده والراوتر ده وواصلين ببعض اهم وده سويتش 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 انا ممكن اكتفي ان كل جهاز يبقى فيه يوزر واحد. تمام كده كفايه للطوارئ. انت عارف الموضوع ده عامل شبه ايه؟ شبه السام والاكتف دايركتوري. مش احنا في السام ايام ما كنا شغالين ورك جروب كنت بضطر الف على جهاز اكاري جوار اليوزرز بتوع الموظفين. في الاكتف دايركتوري ايه اللي بيحصل؟ انت بتكاري اليوزر في الاكتف دايركتوري وتعمل بيه لوجن على الاجهزه كلها. ولو عايز حد يقيس الباسورد بتاعته تعدله الباسورد تعدلها فين؟ الاكتف دايركتوري. وكنا بنسيب في السام يوزر واحد بس شغال من نوع ادمن للطوارئ عشان لو الاكتف دايركتوري واقع. هي نفس الفكره بالظبط. بص يا سيدي هيبقى انا عندي مثلا السيرفر ده ده اللي هنكريت جواه اليوزرز بالباسوردز بتاعته. خلاص بقى مش هنلف على جهاز ده كده تريبل اي سيرفر وهو ده اللي هنحدد فيه الباسورد لينس لكل يوزر بيانات اللوك والانلوك. ده كمان هنا بقى اللوك والانلوك بيتم بطريقه بروفيشنال. ايام ما كنا بنكريت اليوزر لوكال كان ساعات لما يعمل لوك لليوزرز كلهم لكن هنا يعمل لوك لليوزر. وفي طريقه برضه في اللوكال اخليه يعمل لوك ليوزر بعينه بس ايه مع التريبل اي سيرفر هيبقى الموضوع بروفيشنال اكتر. احدد كمان الموضوع اللوك والانلوك. احدد كمان ايه اليوزر بريفليج بريفليج صلاحيات اليوزر اللي ايه الكوماندات اللي مسموح له يكتبها
مش بس كده، الراجل ده هيعمل عنده مراقبة accounting، هيسجل لك ان اليوزر الفلاني دخل بس بقى بشرط، بشرط لازم تعرف ده وتعرف ده وتعرف ده وتعرف ده وتعرف ده وتعرف كل الاجهزه اللي عندك بيانات التريبل اس ده، هيبقى جهاز دي اي بي زي مثلا 10.0.0.200. انا هقول بقى للجهاز ده، بقول لك ايه، الله يخليك، الاكاونتنج والاول بقى الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن، اوثورايزيشن انت مش هتعملهم لنفسك، حضرتك تروح وتديله بيانات التريبل اي سيرفر اي بي، تيجي ده تقول له ايه، خد بيانات التريبل اي الاي بي بتاعه، تعرفوا الاي بي بتاع ده وتعرف ده الاي بي بتاع ده. بص بقى اللي يحصل سعيد، لو سي في جهاز هنا عايز يعمل تنت على ده، الراجل ده عايز طبعا هيبعت له ايه، يوزر ها وباسورد، الراجل ده عايز يعرف يا ترى اليوزر والباسورد دول تراست ولا مش تراست، يعني عايز يعمل ايه، اوثنتيكيشن، مش هيدور عنده، مش هيدور عنده، يروح يدور عند مين، يسال ده يقول له بقول لك ايه، في واحد جاي يعمل اكسس عندي اليوزر والباسورد بتاعه كذا، ادخله ولا ما ادخلوش، تمام كده؟ فالراجل ده يرد عليه ويقول له يا تدخله يا ما تدخلوش. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب يعني ده مش هيستخدم اللوكال، انا ممكن على فكره اقول ده بقى، اقول له ايه؟ اقول له بص يا عم، لو حد جالك ما تدورش في اللوكال، روح اسال ده الاول. ممكن اقول له بص لو فشلت لاي سبب ما ان انت توصل لده، خلاص دور عندك في اللوكال. تمام كده، يعني اللوكال ده حاجه ايه، باك اب كده، او ممكن اقول له لا اسال ده ما وصلتلوش، ما تسمحش لليوزر ان هو يعمل لوجن، ما تدخلوش خلاص. تمام كده، اذا عمليه الاكاونتنج سوري مش الاكاونتنج بقى، الاوثنتيكيشن هيتم منين، هيتم من ده. مش بس كده، الراجل ده لما بيرد عليك بيقول لك اليوزر ده مسموح له يخش، بس خلي بالك اوعى تسمح له غير ان هو يكتب كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى برضو ده هو اللي هيحدد لك ايه صلاحيات اليوزر بتاعك، فهو اللي هيعمل لك اوثنتيكيشن. مش بس كده، الراجل ده ما بيسكتش، اليوزر ده كل ما يعمل حاجه يروح يبلغ مين، يبلغ السيرفر، الراجل ده كتب امر ور يروح يبلغ السيرفر، الراجل ده كتب كونفيتي يروح يبلغ السيرفر، الراجل ده دخل جوه انترفيس عمله شوت داون يروح يبلغ السيرفر. تمام كده، فالسيرفر هيبقى متسجل عنده ايه، اكاونت لكل حاجه عملها اليوزر، دخل امتى ومنين وبتلنت ولا ايه بالظبط وعمل ايه بالظبط. تمام، ده لو انت خليت ده، خد بالك انا مش شرط اخلي الثلاثه يتعاملوا من هنا، انا ممكن مثلا اخلي السيرفر ده يعمل لي ايه، اوثنتيكيشن واوثورايزيشن، بس الاكاونتنج لا، انا مش عايز اكاونت، انا مش هقعد ابلغه كل حاجه براحتك، انت ممكن تنقي حاجات معينه السيرفر يعملها لك، او تخلي السيرفر يعمل لك الايه، ها التريبل اي. ولا بد ان يكون في بروتوكول يتم استخدامه عشان يتم حوار ما بين مين، ما بين ده بقى هيبقى ايه، ده هيبقى تريبل اي كلاينت، وده تريبل اي، تريبل اي ها سيرفر. تمام كده، ايه بقى البروتوكول، احنا دايما بيبقى عندنا ايه، بروتوكولات لنقل الداتا ما بين الملفات، صح كده، بروتوكولات لتصفح مواقع، بروتوكولات لا احنا نقل الداتا ما بين الاجهزه زي اف تي بي وتي اف تي بي وهكذا. تمام، التي سي بي بيكنترول عمليه النقل، يعني اللي بيدي امر بالنقل والحاجات دي الاف تي بي والتي اف تي بي. طب هتتنقل ازاي، بكواليتي عاليه ولا قليله، ننقلها بسرعه وننجز ولا ننقلها بالراحه على مهلنا عشان توصل سليمه، ده التي سي بي او اليو دي بي. لابد ان يكون في بروتوكول يتم استخدامه عشان الحوار اللي هيتم ما بين التريبل اي كلاينت والتريبل اي سيرفر. فتم اختراع كام بروتوكول، اثنين بروتوكول، واحد اسمه
ريديوس، وده بيشتغل يو دي بي. يعني الحوار اللي هيحصل ما بين ده وده هيبقى ايه؟ يو دي بي. والتاني اسمه تكاكس، ده اختراع سيسكو خاص بسيسكو. تكاكس ده بيشتغل ايه؟ تي سي بي. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده البروتوكول اللي هيتم استخدامه عشان يحصل حوار ما بين الكلاينت والايه؟ والسيرفر. اوكي، نروح للاجنده كده ونشوف ايه اللي ناقص فيها. بص، اوثنتيكيشن هتكريت وتدلت موديفاي اليوزر وانس من السيرفر بس. اوثرايزيشن هتحدد البريفليج، وممكن تحدد ايه؟ لو تفتكر لما كنا بناخد البارسر فيو او البريفليج، لما كنت بدي اليوزر صلاحيه على انترفيس كان بياخد صلاحيه على كل الانترفيسز. يعني قلت له ايه؟ انت مسموح لك تكتب امر انترفيس. طب انترفيس ايه؟ اف 0 على 0 ولا اف 0 على 1 ولا لا؟ هنا اقدر اقول له انت ليك صلاحيه على الانترفيس الفلاني. تمام. اكاونتنج هنا بقى اكستنسيف اكاونت، ده انا اقدر اعرف كل كبيره وصغيره من ساعه ما فتحت السيشن لحد ما السيشن ايه؟ لحد ما السيشن قفل. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب، تريبل اي ابلكيشن كده، ايه الحاجات اللي بنحتاج فيها التريبل اي؟ التطبيقات العمليه للتريبل اي، اي ابلكيشن بنحتاج معاه يوزر وباسورد هنحتاج معاه التريبل اي. بص، مش احنا كنا ظبطنا الكونسول ان اللي يجي يخش كونسول الراوتر يطلب منه يوزر وباسورد؟ طب ما انا ممكن اخلي الكونسول لما يجي يستفسر عن اليوزر والباسورد دول صح ولا غلط يروح لمين؟ للتريبل اي. التلنت، مش التلنت احنا كنا ظبطناه ان لما التلنت على راوتر او على سويتش يطلب من يوزر وباسورد هيدور عليهم فين؟ التريبل اي. الاس اس اتش لما كنا بنفتح ويب سايت ونخش اتش تي تي بي او اتش تي بي اس على الراوتر مش كان بيطلب من يوزر وباسورد؟ طيب، فاكر البورت بيست اوثنتيكيشن اللي هي دوت 1 اكس اللي عملناها دي؟ كنت بقى لما جهازي يوصل بالسويتش كان السويتش يقول لي لا اديني يوزر وباسورد عشان اخد قرار اذا كنت هشغل لك الفاتحه ولا مش هشغلهاش. فاكر كانت تتحول من اوثورايزد لايه؟ لاوثورايزد. في الواي فاي مش احنا قلنا ممكن نخلي شبكه الواي فاي تشتغل بيوزر وباسورد بدل الكي بس اللي انت بتدخله؟ ساعتها هتحتاج للتريبل ايه. بص، مش الراوتر بتاعك الاي دي اس ال ده عشان يشتغل النت عندك في يوزر وباسورد المفترض شركه النت تديهم لك؟ لا، غير دول. ايوه المسجلين. ايوه لا، مش المسجلين ورا الراوتر. لا، دول ادمن. والله لا، ده في يوزر وباسورد. طيب، عشان شركه تي داتا تتاكد ان انت العميل التراست، عشان ممكن يكون حد سرق منك كابل التليفون في البدايه. ايوه تمام كده. فشركه تي داتا بقى بتبقى عامله عندها تريبل اي سيرفر حاطه عليه اليوزرز بتوع كل الايه؟ العملاء. الراوتر اللي عند السنترال انا ببعت له يوزر باسورد يروح يدور عليهم فين؟ في تريبل اي سيرفر. اي ابلكيشن بيحتاج يوزر وباسورد او بيحتاج يوزر وباسورد هحتاج معاه التريبل اي. طيب، التريبل اي سيرفر تايبس او البروتوكول تايب، البروتوكول اللي هيتم استخدامه عشان يحصل حوار ما بين التريبل اي والكلاينت والتريبل اي سيرفر، قلنا يا ايه؟ يا تكاكس. سيسكو الاول عمل التكاكس وبعدين طورته وعمل التكاكس بلس، في شويه تعديلات. تمام. يا ايه بقى؟ ريديوس. ده بتاع سيسكو بس هي خليته دلوقتي ايه؟ ستاندرد. يعني ممكن تلاقيه على اجهزه مش ايه؟ مش سيسكو. وده ستاندرد هتلاقيه على سيسكو وغير سيسكو. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب، الفرق ما بينهم ايه؟ التكاكس تي سي بي، الراديوس يو دي بي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لو مثلا الكلاينت ده بعت حاجه للسيرفر بيقول له ايه؟ ده اليوزر الفلاني دخل عندي وكتب كذا. لو تي سي بي يبقى لازم استنى اك من السيرفر اطمن ان المعلومه دي وصلته. صحيح. ولو وصلته بايظه هرجع ابعتها له تاني وهكذا.
لكن مع الريدياس اللي شغال يو دي بي ممكن الكلاينت ده يكون بعت معلومه للسيرفر بيقول له فيها ان كذا حصل كذا كذا كذا، ممكن توصل او ممكن ما توصلش. لكن مع التي سي بي هنطمن ان هي ايه، ان هي وصلت. البورت نمبر كام؟ 69 49 ولا ايه؟ ده ريلايبل، بس عيبه ان هو هيبقى بطيء. يعني الحوار اللي هيتم ما بين الكلاينت والسيرفر هيبقى بطيء، ولازم نفتح سيشن، ولما نخلص نقفل السيشن، وفي طرق كده بقى بفتح السيشن ونعمل حاجه عشان ايه السيشن ما تتقفلش، عشان لما احتاج اتكلم معاه ما اضطرش ان انا افتح سيشن تاني. بس ده يقدر ايه، يقدر ينكريبت كل الترافيك اللي ما بين الكلاينت والايه والسيرفر، كل الترافيك. حتى لو انا ببلغ السيرفر بقول له ده في حد دخل عندي وكتب كوماند كذا كذا، كل ده هيبقى مشفر. لكن الريدياس يقدر يشفر بس اليوزر والباسورد اثناء ارسالهم للسيرفر عشان نتاكد منهم تمام ولا مش تمام، لكن باقي الترافيك ما بيتشفرش. تمام كده. فلو انت عايز ليفل عالي من السكيورتي، عايز حاجه ريلايبل، خليك في التكاكس. عايز حاجه سريعه، مش مهتم قوي بالسكيورتي، يهمك بس الباسوردات بس تتامن، يبقى خليك في ايه؟ في الريدياس. خصوصا ان ده اسرع وده موجود على سيسكو غير سيسكو. طب يا سيدي، بيقول لك ايه؟ في عيب في التكاكس للاسف. شفت البورت بيست اوثنتيكيشن؟ لما هبعت للسويتش يوزر وباسورد عشان ياخد قرار اذا كان هيشغل البورت ولا مش هيشغله. ما ينفعش استخدم التكاكس بلس ده مع موضوع البورت بيست اوثنتيكيشن. لازم السيرفر اللي عندي يكون شغال بانهي طريقه؟ طريقه الراديوس. ما ينفعش يبقى شغال بالتكاكس. تمام كده؟ طيب برضه ما ينفعش استخدم التكاكس مع الواي فاي. الواي فاي ما عدا بعض انواع الاكسس بوينت تقبل ان هي تتعامل مع التكاكس. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب الراديوس بقى ده البورت نمبر بتاعه. الراديوس عنده بورت نمبر، عشان بص مش المفترض الراديوس الاول هيروح يكلم السيرفر يعمل منه اوثنتيكيشن، وبعد كده يعمل منه اوثرايزيشن، وبعد كده يعمل منه اكاونتنج، وهو بيكلمه عشان شغل الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن بيكلمه على البورت نمبر ده وده، ده او ده. كان زمان بنستخدم ده، دلوقتي الجديد هو ده. الاكاونتنج بقى لما ببلغه بقول له خلي بالك ده اليوزر الفلاني دخل عندي وعمل وكتب وير، دخل جوه انترفيس كتب مش عارف كونت في تي، ساعتها بنستخدم مين؟ بنستخدم بورت نمبر 1813 او 1646. الجديد دلوقتي ايه؟ 1645 للاتنين دول، و 1646 للاكونت. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يا سيدي ده بيسكيور الباسورد، بس ده ميزته ان الاكونت بتاعه قوي، يعني بيبعت تفاصيل اكتر عن كل الحاجات اللي الكلاينت عملها عليه. تمام؟ ده سريع سريع، بس يعني ايه مش ريلايبل بقى، يعني وارد ايه، وارد حاجه تقع، حاجه ما توصلش، وهكذا. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب واضح بقى ان موضوع التريبل ايه ده حاجه جميله ولذيذه وهتريحنا كتير. طب ازاي بقى استخدم موضوع التريبل ايه؟ يبقى انت محتاج جهاز يشتغل ليها تريبل ايه سيرفر. ايه الحلول بقى؟ ايه الحلول اللي هستخدمها عشان يبقى عندي تريبل اي سيرفر؟ بسم الله. ده جهاز اهو، الجهاز ده انا عايزه يشتغل تريبل اي سيرفر. عندك الحل بتاع سيسكو عامله لك ابلكيشن هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه، هو اللي تحت اسمه اي سي اس. ده سيسكو اللي عامله لك. ده يقدر يشتغل ايه؟ يقدر يتحاور مع الكلاينت اما ببروتوكول الراديوس او بايه؟ بالتكاكس، يشتغل الاثنين. لان سيسكو اللي عاملاه، مش احنا اتفقنا ان التكاكس سيسكو بس، فاي ابلكيشن سيسكو عاملاه هتعمله لك يشتغل ايه؟ الاثنين. وبعدين حتى سيسكو بتقول لك ان خلاص، يعني بتنصح الناس ان هم ينتقلوا للايس اللي بعده ده، واصلا الدعم للايس هيخلص خلاص كمان سنتين ثلاثه ولا حاجه، انا مش عارف 2022 ولا 2020 خلاص الدعم للاي سي اس ولا ايه هيخلص.
تمام؟ تمام. فالايس ده الاقوى منه غالي جدا حاليا يعني. الشركات المحترمه بقى شغاله بالايس. برضو بيشتغل ريدياس وتكاكس بالاضافه لحاجات تانية اكتر من كده يعني كده. طب ايه الحلول التانية؟ الحلول التانية يبقى احنا عندنا ايس وعندنا اي سي اس. حل كمان انت تجيب جهاز تنزل عليه ويندوز سيرفر 2003 ومايكروسوفت زرعاه لك جواه حاجه رول اسمها ايه؟ اي اس. اي اس بس دي هتشتغل ايه؟ ريدياس بس، انترنت اوثنتيكيشن سيرفيس، وعلى قده قوي ده كنا بنشرحه ايام ال 2003. وبعدين طورت مايكروسوفت الموضوع وعملت من اول 2008 لحد دلوقتي احنا عندنا 2019 عملت رول اسمها ايه؟ نتورك بوليسي سيرفر ان بي اس. ده بقى المفترض كنا ناخده كورس مايكروسوفت. تمام؟ ده اللي ممكن نستخدمه. لا ما خدناهوش، ما انا قلت لك هناخده مع كورس الايه؟ مع كورس السكيورتي. ده هيبقى زياده ممكن بعد ما نخلص الاسبوعين ده المواضيع الزياده اللي عايز نشرحها نشرحها. ده الام بي اس. تمام؟ اهو ده ممكن نعمل بيه لاب، نخلي الواي فاي، الواي فاي ما تدخلش عليه الا لما تكتب يوزر وباسورد، يتبعتوا لمين؟ للام بي اس، وهو يأوثنتيكيت منهم، أوثنتيكيت اليوزر ده تمام مش تمام، ويدخلك او ما يدخلكش. حتى انت بص لو دخلت هنا، مش احنا شغالين على سيرفر 2012، افتح كده هنا اهو، قول له كده انا عايز اد رول، نكست نكست. من ضمن الرولز اللي موجوده هنا نتورك بوليسي، نكست نتورك بوليسي. تمام كده؟ قوي جدا. كمان نرجع تاني ام بي اس، ده الحل اتليست من اول 2008 وانت طالع. بس ده بيشتغل ايه؟ زي برضوها ريدياس، ريدياس اول. او ممكن بقى ايه، انا كده قلت لك حلول سيسكو وحلول ايه؟ وحلول مايكروسوفت. او كستايم بقى برامج ثيرد بارتي بقى. يعني عندك برنامج اسمه الكترو، ده بيشتغل ريدياس بس. تيجي بتسطبه على الجهاز وتعمل له كونفجريشن وتحط جواه اليوزرز والباسورد وهكذا. كلير بوكس ده برضه برنامج، ده بقى بيشتغل الاثنين ريدياس. ازاي يا عم مش تقول تكاكس ده سيسكو بس؟ ما انا بقول لك دلوقتي ده يعني ستاندرد خلاص. فممكن تلاقي ابلكيشن كتيره في المستقبل بتستخدم التكاكس. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده احنا كمان ممكن نعمل شغل جامد قوي لو احنا عملنا تريبل اي سيرفر. تريبل اي ايا كان بقى، بانهي سوليوشن من اللي احنا ايه اتكلمنا عليهم. يبقى كده في جهاز عندنا هيبقى شغال تريبل اي، ها كلاينت. والراجل ده لو حد بعت له اي يوزر وباسورد لازم الاول يروح ايه يتاكد من التريبل اي سيرفر، والتريبل اي سيرفر يعمل اوثنتيكيشن واوثورايزيشن واكاونتنج، صح كده؟ يبقى انا لازم اكون مكريت اليوزرز والباسوردات بتاعت الناس هنا. طب ايه رايك بدل ما كريتهم هنا، مش انا كده كده هيبقى عندي واخدناه في مايكروسوفت سيرفر عليه الاكتف دايركتوري؟ ده انا ممكن اعمل انتجريشن ما بين التريبل اي سيرفر والاكتف دايركتوري. اقول له بقول لك ايه، لو حد جالك بيسالنا على يوزر معين ابقى روح شوف بياناته عند ايه؟ عند الاكتف دايركتوري، بدل ما احنا نضطر ان احنا نكاري الداتا بيز من اليوزرز اللي في الشركه تاني. يبقى انت في شركتك هتكريت يوزرز للموظفين مره واحده بس في الاكتف دايركتوري، والراجل ده بدل ما اتكريت فيه يجيبها من ده. طب والكلاينتس مش هكريت فيهم حاجه، يروحوا يكلموا ده. وصلت؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ للحلول اللي عندنا عشان يبقى عندنا ريدياس سيرفر. تعال بقى نمسك ايه؟ نمسك الحل بتاع ايه؟ سيسكو بقى. ان انت يبقى عندك سيسكو اي سي اس اكسس كنترول سيرفر، اللي هيكنترول الاكسس بتاعك. طب تعالى كده نشوف تفاصيل اكتر عنه. ايه حلوله؟ يا اما تجيب تشتري جهاز، ايه ده يا عم ده؟ جهاز جاهز سيسكو بتبيعه لك اي سي اس، بيسموه حتى ابلاينس،
ECS Appliance جهاز جاهز كده تجيبه بالسوفت وير بتاعه توصله في الشبكه وتخش عليه من البراوزر من اي جهاز في الشبكه وتعمل له كونفيجريشن. تمام كده. ده هاردوير بس بيبقى غالي. الحل الثاني ان انت تجيب جهاز تنزل عليه ويندوز سيرفر زي مثلا سيرفر 2003 وتسطب جواه تول سيسكو عاملها لك اسمها سيسكو سكيور اي سي اس. ده عاملها مخصوص فور ايه؟ فور ويندوز سيرفر. ده بينزل جوه الويندوز. تمام كده. طيب الحل الثالث سيسكو سكيور اي سي اس اكسبريس. ده حاجه برضو ايه يعني سريعه كده وخفيفه بس ايه ليميتد يعني ما فيهاش كل الامكانيات. يعني هي عامله سيسكو عامله الويندوز نسختين واحده فول وواحده ايه اكسبريس. الحل الاخير بقى حضرتك الحل الاخير ان احنا نجيب جهاز كمبيوتر ومش هننزل عليه ويندوز اصلا. لا ده هي ايزوهايا جاهزه نظام تشغيل متكامل سيسكو عاملاه اسمه اي سي اس بينزل على الجهاز مباشره مش محتاج نظام تشغيل ينزل ايه ينزل جواه اهو. اسمه ايه بقى؟ سيسكو سكيور اي سي اس كنترول سيستم. ده ستاند الون اوبريتنج سيستم بينزل. ده يعتبر سوفت وير لان انت لازم تشتري جهاز كمبيوتر تنزله عليه، لكن ده جهاز كامل متكامل جاي بالسوفت وير بتاعه اهو. الاي سي اس بقى اللي هو معمول ده في منه فيرجنز تلاقي مثلا فيرجن ايه 5.2 5.4 5 اخر فيرجن نزل وسيسكو خلاص مش ناويه تنزل حاجه بعدها 5.8. تعالى كده تعالى هو المفترض سيسكو قالت خلاص كده ما هي نزلت الايز بقى اللي هو بعده ده يعني هو يعني اقوى منه. تمام تعالى حتى اوريك تريبل اي سيرفر ده سيسكو. بص ده كلير بوكس اللي انا قلت لك عليه ده برنامج تسطبه حتى انا كنت سطبته باين وخدت سكرين شوت منه بعد ما سطبته. طيب وده لو انت عايز تحول ويندوز سيرفر شفت الرول اللي احنا فتحناها من شويه وريتها لك دي الخطوات بتاعتها لو انت عايز تسطبها وتستخدمها. سيسكو اي سي اس في عندك 4.2 4.2 ده اللي هو بينزل جوه الويندوز عباره عن ايه برنامج كده ده الشرح بتاعه وده دي كتب ليه. مهندس احمد عبد الله شرحه بالتفصيل ما شاء الله بس ده قديم شويه. وخمسة أربعة ده الشرح بتاعه مهندس عبير حسني شرحها بالتفصيل. وتقريبا انت لو اشتغلت على 5.4 هتلاقي تقريبا مفيش فرق ما بينه وما بين 5.8 اللي هو احدث فيرجن. انا حاطط اهو 5.8 و5.5 ده كتاب ل 5.5 وده كتاب ل 5.8 فيديوهات لي وسكرين شوتس لي وشويه شغل خاص بي. كل ده كل دي شروحات لي بس التول نفسها فين حجمها كبير شويه. لو دخلت في تولز سكيورتي تولز هتلاقي الاي سي اس 4.2 5.4 اهي 5.8 اهي. بص حجمهم قد ايه الثلاثه دول بروبرتيز 3 جيجا وشويه. الايس انا مش حاطه الايس ده في الان بي سكيورتي هتلاقيني حاطته لك بقى في كورسز NB security NB security هتلاقيني حاطط نسخه من الايس اهو ايس 4 جيجا لوحده. تمام نرجع تاني للفيرشوال ماشينز سي سي ان اي سكيورتي فورك ماتيريال كنت اقول لا ده ال NB ده اربع مناهج كل منهج ما شاء الله تقيل ممكن تلاقي كل واحد 40 ساعه لوحده. احنا فين في تريبل اي سيرفر شفنا الحلول بتاعتنا وتحديدا الايه الاي سي اس. الاي سي اس ده بقى حضرتك لو اشتريته المفترض ان هو بفلوس. طب انا لو نزلت النسخه اللي بتنزل اللي هي نسخه الايزو هاي اللي انا حاططها في الماتيريال تقدر بقى سيادتك تطلب من سيسكو لايسنس يشغلها لك لمده 90 يوم فقط. بعد ال 90 يوم بتقفل وحتى لو انت عليها عامل عليها اي اعدادات
خلاص مش هينفع تستخدمها، لازم بقى ساعتها تشتري لايسنس بفلوس بيرمننت بقى مش المؤقت ده. انا بقى بتحايل على الموضوع ده ازاي؟ انا اوريدي مسطب هنا الاي سي اس 5/4 تمام. بص عملت ايه، رايت كليك سناب شوت، سناب شوت قبل ما احط له اللايسنس اصلا خدت سناب شوت، بعد ما حطيت اللايسنس خدت سناب شوت، بعد ما عملت له كونفيجريشن خدت سناب شوت. للاسف السناب شوت دي ودي اللي هم بعد اللايسنس تاريخهم ايه؟ 21/3/2017، يعني عدى دلوقتي سنه ونص. خلاص كده لو جيت اشغل بيها الاقي اكسبايرد ومش هينفع للاسف استخدمها. فانا برجع لانهي سناب شوت؟ للاولانيه اللي هي قبل ما احط ايه اللايسنس، واروح موقع مايكروسوفت انزل لايسنس جديد. يديني ايه؟ لو انت نزلت اللايسنس النهارده يديك 90 يوم من النهارده، فانا بضطر مع كل جروب جديد انزل لايسنس اشتغل بيه. يعني انا جاي اعمل ايه؟ اخر جروب درست له كورس السكيورتي ده، بص هتلاقيني حاطط لك في الماتيريال اهو كورسز، لا مش هنا ام كامل فيرتشوال ماشينز، سيسكو فيرتشوال ماشين، ادي فيرجن 5.8. حتى خليني دلوقتي اعمل له اكستراكت، لا مش هنا، مش هفكه هنا، هفكه على الاس اس دي. اكستراكت تو، التخلل ده اكستراكت فايلز سوري. اروح بقى على ايه؟ على ده، افكه هنا. اوكي دي احدث فيرجن، دي اللي هي 5.8. تعالى كده نفتح، هيبقى في مساحه فاضيه ولا ايه؟ اهي دي هتاخد وقت دي. سيبها مع نفسها طب تفك. دي برضو للاسف اكسبايرد، فاحنا لو عايزين نشتغل هنضطر بقى نفتح موقع سيسكو واعمل لوجن بالاكونت بتاعي عشان انزل لايسنس. خليه انا هبقى انزله ونبقى نستخدمه على طول مباشره. تمام؟ طيب تمام. ده بالنسبه لللايسنس. وانا بقول لك خلاص الاي سي اس يعني الاند اوف سيل خلاص انتهى بيعه، والصيانه بتاعته والسبورت هيخلص مش عارف على 2020 ولا كام بالظبط. هقول لك انا التاريخ بالتحديد. تحديدا التواريخ اهي الاند اوف سيل 30/8/2017، والصيانه هتقف لي 30/8/2018، والدعم هينتهي لي مباشره 31/8/2020. يعني مش عارف كله انتهى ما عدا الدعم. كله خلص ما عدا الدعم ليه. فعشان كده هي بتطلب ان الناس تعمل ميجريشن تتحول بقى لايه؟ للايز بقى اللي هو بعد. طيب وعرفنا ان الاي سي اس ده يقدر ينتجريت مع ايه؟ مع الاكتف دايركتوري، وبدل ما تكريت جوه اليوزرز هو يروح يجيبهم منين؟ من الاكتف دايركتوري. المفترض بقى انت تعرف ازاي تانستول وتكونفيجر وتمانج بقى الاي سي اس ده، المفترض بتاخده في الايه؟ في السي سي ان بي سكيورتي. تمام؟ لكن انا حاطط لك زي ما انت شفت كده فيديوهات وحاجات، لو انت لقيت ان انت محتاجه شرحها بالتفصيل. دي التولز، وهنا التريبل اي سيرفر اهو يا سيدي. شوف انت هتستخدم مثلا انهي نسخه، 5.8 دي فيديوهات ليها، ولو انت هتستخدم 5/4 فيديوهات ليها من سابق حسني، و4/2 اهي فيديوهات ليها. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. احنا بقى اللي يهمنا ايه بقى؟ الكلاينت كونفيجريشن ده. يعني خلاص انا في الشبكه بتاعتي هيبقى في حد مسؤول عن السيرفر او ناس عامله السيرفر، انا مطلوب مني اوجه الاجهزه ان هي تروح توثنتيكيت من مين؟ من السيرفر. وهنا بقى عندنا تو سيناريوز،
في عندنا يمكن انت هتستغرب المصطلح اللي انا هقوله دلوقتي ده، تريبل ايه لوكال اوثنتيكيشن ايه ده. الله، هو احنا عاملين تريبل ايه عشان تستخدم لوكال؟ غريب قوي المصطلح ده. وفي تريبل ايه سيرفر اوثنتيكيشن. احنا بقى المفترض نشوف الكونفيجريشن بتاعت الاثنين ونفهم الفرق ايه. ها الفرق في اي سؤال لحد دلوقتي؟ كلاينت لوكال بيزد كونفيجريشن يعني لوكال اوثنتيكيشن، وسيرفر بيزد كونفيجريشن سيرفر اوثنتيكيشن. هخليهم دول في فيديو لوحدهم ازاي نكونفيجر الكلاينت. بس تعالى بقى ايه اوريك ايه المميزات اللي في الايس اللي هو الفيرجن الاحدث اللي سيسكو بتنصح ان انت تعمل ميجريشن ليه. يشتغل ريديوس ويشتغل تكاكس، ده اولا. فين القلم؟ بس ما خبيش عليك برضو مش زي الاي سي اس، يعني الاي سي اس متخصص في الجزئيه دي تمام، بس ده ميزته ان هو في حاجات ثانيه. يشتغل يعمل حاجه اسمها دي اكسس كنترول ليست. دي بنستخدمها امتى؟ افكرك لما شرحنا البورت بيزد اوثنتيكيشن، قلت لك البورت ده مش هيشتغل الا لما الجهاز ده يبعت يوزر وباسورد، والبورت ده مش هيشتغل الا الجهاز ده بعت يوزر وباسورد. زي مثلا ده بعت ام كامل كده، الجهاز ده عارف ان السويتش ده عارف ان اللي قاعد على البورت ده ام كامل، وهنا ده عارف ان اللي قاعد على البورت ده زي مثلا ايه كامل. انا ممكن اكون عامل بوليسي تقول ان ام كامل مش مسموح له يتكلم مع ايه كامل. البوليسي دي بقى مين اللي بيطبقها على السويتش؟ لازم يكون عندك ايس. ايس يقدر يعمل ايه؟ بعد ما السويتش يروح يساله يقول له في واحد عندي اسمه ام كامل عايز يخش من البورت ده، يقول له تمام بس اوعى تخليه يتكلم مع مين؟ مع ايه كامل. اللي يقدر يعمل كده مين؟ الايس. يطبق عليك اكسس كنترول ليست، يرميها لك، يحصل لها داونلود عندك وياخد يديك الاكشن ده. ده ممكن كمان يعمل ايه؟ سكيورتي جروب اكسس، يقول لك ايه؟ اوعى تخلي ام كامل ده يتكلم مع جروب السيلز. يعني سكيورتي سويتش بورد برضه مع الدوت 1 اكس عشان اخد اكشن بناء على الجروب اللي ينتمي ليها اليوزر، الجروب الفلاني ما تتكلمش او اليوزر الفلاني ما تتكلمش مع الجروب الفلاني. مش بس كده، لو انت راجعت حاجه كنا اخدناها اسمها فيلانز. فيلانز الفيلان لما كنت بتكريتها على السويتش كنت بتيجي على البورت ده تقوم جاي حاطه مثلا في فيلان 1. فيلان 1 انت اللي كنت بتيجي على البورت بايديك ترميه جوه فيلان 1 او ترميه جوه فيلان 2 او 3 او حسب ما انت تحدد. لكن في عندنا طريقه تانية ان انا البورت ده ما حددلوش انتمائه، هو يحدد انتمائه لنفسه بناء على الماك اللي هيوصل بيه. انا ممكن اقول للبورت ايه؟ لو وصل بيك اكس ظبط نفسك ان انت تبقى تبع فيلان 2، لو وصل بيك واي ده بيسموه ايه؟ دايناميك فيلان ممبرشيب. دايناميك بحتاج عشان الموضوع ده يتم يكون عندي حاجه اسمها في ام بي اس سيرفر، الايس يقدر يشتغل في ام بي اس سيرفر. وصلت؟ طيب يقدر كمان الايس يشتغل حاجه اسمها ناب سيرفر او نتورك ادميشن كنترول سيرفر. في سيرفر كده سيسكو عاملاه اسمه نتورك ادميشن كنترول، زيه في مايكروسوفت اسمه نتورك اكسس بروتكشن. السيرفر ده او ده بيعمل ايه؟ لو سي في جهاز وصل في الشبكه لازم قبل ما نسمح له يتكلم مع الناس اللي في الشبكه نشيك على السيرفر ده ونشوف الويندوز اللي عليه معمول له ابديت ولا مش معمول له ابديت، لو في انتي فايروس معمول له ابديت ولا مش معمول له ابديت، الفاير وول شغال عليه ولا مش شغال عليه، وهكذا. ليه؟ عشان اتاكد ان الجهاز ده لو انا سبته يخش الشبكه مش هيضرني. ما هو الجهاز ده لو مش معمول له ابديت عرضه للهاك، لو مش معمول ابديت للانتي فايروس اللي عليه او ما عليهوش انتي فايروس فممكن يكون عليه فيروسات تدمر لي الشبكه. فعشان كده بيبقى عندنا سيرفر، كل بقى سيرفر من دول كورس لوحده، قصه طويله عريضه. يبقى عندنا سيرفر ده ناخده في مايكروسوفت بالتفصيل،
شرحناهوش احنا لما عملنا كورس مايكروسوفت، الحاجات الزياده يعني اللي ايه ممكن نتكلم عليها لو عايز. اعمل ناب سيرفر او سيسكو عامله لك الايه نتورك ادميشن كنترول سيرفر. ده يعمل ايه؟ الجهاز اللي هيخش الشبكه يقوم جاي السيرفر ده يتحصل الاول، ولو السيرفر ده لقى ان الجهاز ده مش مطابق للمواصفات، مش معمول له ابديت، مش نازل عنده انتي فايروس، الفايروال مش شغال عليه وهكذا، يبدا يعمل له معالجه. يقوم جاي موصله باجهزه معينه في الشبكه، الاجهزه دي ده بقى يعمل ابديت منها ويظبط حاله وينظف نفسه وهكذا، ولو الفايروال مقفول عليك يشغله لك تمام، يقول لك خش بقى اتكلم مع ايه، مع اخواتك. لو عندك انت الايس يقدر يقوم لك بالمهمه دي. حتى يقول لك ايه النتورك ادميشن كنترول والنتورك اكسس بروتكشن بيستخدموا مع مصطلح كده غريب عليك شويه اسمه البي وود نتورك. يعني ايه بي وود؟ برينج يور اون ديفايس. يعني ايه؟ يعني موظف رايح الشركه واخد اللابتوب بتاعه اللي هو الشخصي يشتغل بيه في الشركه. طب ما انت ممكن جهازك الشخصي، طب ما انت ممكن جهازك ده يبقى كله بلاوي وتبهدل لنا الشبكه. لا لا مفيش مشكله، وصله واحنا هننضفه لك. اول ما توصله هنشوفه مش معمول له ابديت نعمل له ابديت، الفاير وول مقفول عليه هنشغله لك، انتي فايروس مش معمول له ابديت نعمل له ابديت، خد بالك، بحيث ان احنا نضمن ان هو ما يخشش الشبكه الا لما يبقى نضيف كده ومحترم يليق ان هو يتكلم مع اجهزه الايه الشبكه. بص بقى الاي سي اس ده كورس لوحده، النتورك ادميشن كنترول ده كورس لوحده، الناب ده بنشرحه مع كورس مايكروسوفت، كل حاجه من دي بقى ايه تعيش حياتك معاه. وصلت؟ نوقف الفيديو ده على كده، وهوريك في فيديو تاني الاعدادات بقى بتاعت الكلاينت كونفيجريشن، سواء بقى بانهي طريقه. احنا قلنا عندنا طريقتين اللي هي الكلاينت لوكال بيست والكلاينت سيرفر. يعني سيرفر بيست. في اي سؤال؟ اوكي.